بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنه يسود البلاد النهاردة طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة. هيكون حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. رؤية بتقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وبتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هتكون العظمى في القاهرة 35 والصغرى 23، وإسكندرية هتكون العظمى 28 والصغرى 21. طيب نطمن على حالة الطقس النهاردة من خلال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. صباح الفل. المشاهدين أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور محمود. عايزين نطمن من حضرتك، الناس ملاحظة يعني ربما الارتفاعات، وحضرتك أرجعتها من كام يوم كده لارتفاع نسبة الرطوبة، هل ده مازال هو الوضع الحالي ولا ربما في تغيرات؟ بالفعل يا استاذ هشام، احنا ما زلنا درجه الحراره في المعدل الطبيعي ليها ما بين 33 و34 درجه مئويه، ده المعدل الطبيعي بالنسبه لهذا التوقيت من العام. ولكن زي ما ذكرنا وبنقول دايما ان ارتفاع نسب الرطوبه هو اللي بيزود من احساسنا دايما بارتفاع درجه الحراره، خصوصا لما يبقى بعض الايام ما فيهاش نشاط للرياح. وبالفعل احنا خلال الايام اللي فاتت بما فيهم النهارده وبكره الرياح تكون هادئه تماما، تكاد تكون هادئه تماما على اغلب مدن ومحافظات شمال البلاد. النشاط بينحصر النهارده فقط على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وده هيؤدي الى اثاره للرمال والاتربه على بعض الطرق المكشوفه في هذه المناطق. اما باقي محافظات شمال البلاد فهدوء الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبه ده بيزود من احساسنا بارتفاع درجات الحراره. نعم. الله تفضل درجات الحراره دي حول المعدل النهارده وبكره باذن الله. هو يعتبر من يوم السبت ممكن تزيد درجات الحراره نسبيا عن المعدل بالمحافظه، يعني في ارتفاعات بدءا من يوم السبت يا دكتور محمود؟ متوقع ان شاء الله مع بدايه الاسبوع ارتفاع معدل درجه ولا حاجه عن المعدل الطبيعي مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه.